بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم معنا في كورس ادوبي الستريتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عاوزين نتعرف على شوية حاجات كده في قائمة افكت، تمام؟ طيب بص، احنا نطبق على طول. يعني انا دلوقتي هنزل هنا شكل كده، ماشي، وهديله اي فيل ونجرب عليه، خلاص. وانا محدده. بص، في البداية عايز اقولك على حاجة، في حاجة اسمها convert to shape. عارف دي ايه؟ اللي هو انت عامل شكل وتحوله لحاجة تاني. يعني مثلا انا دلوقتي رسمته مستطيل، لو انا حولته لإليبس وعملت بريفيو هتلاقي بقى إليبس. طيب خلاص كنسل، ما عملتوش. لو انا عملته راوند ريكتانجل وعملت بريفيو هتلاقي راوند ريكتانجل. يعني قصة بفضل الله سهلة وبسيطة. يعني في حاجات انت ممكن لو بصيت عليها تلاقي نفسك عارفها لوحدك، خلاص. طيب في عندك كروب ماركس. كروب ماركس دي بيعمل لك علامات اختصاص حوالين الشكل. يعني بص، تخيل ده الشكل بتاعك اهو، بمجرد انت ما تعمل افكت وتعمل كروب ماركس بيعمل لك علامات اختصاص بالمنظر ده، بس ولا اكتر ولا اقل، حواليه تطلع معاك. كنترول زد، ماشي. طيب وانا معلم على الشكل من افكت، هختار في عندك دي في شويه اختيارات كده ايه ممكن تفيدك. يعني انا ممكن اعمل فري ديستورت، عندك ديستورت اند ايه ترانسفورم. لو انا عملت فري ديستورت، بص تخليك تعمل ايه، تغيير حر. بص تمسك الثلاث نقط دول وتعمل الشكل بتاعك بالمنظور زي انت ما عاوز، شايف؟ تعوجه بقى، تطلعه وتنزله وتخليه سقف، تخليه ارضيه، تعمله كده تعمله كده براحتك، وفي الاخر بتدوس اوكي بيطلع معاك الشكل بالمنظر ده، حلو. طب تعالى نرسم شكل تاني. دي سيلكت، اختار لي اي لون تاني وتعالى نرسم شكل تاني وليكن كده مثلا، حلو. ومن افكت وانا مختاره، ومن افكت تعالى نختار ايه، بوكر اند بلوت، تمام. اعمل بريفيو بس. بص انت تيجي تعمل كده يروح ايه مقبب لك لبره، خدت بالك ازاي ده؟ خد بالك عشان انت بتحركه الناحيه دي. يعني بص 31% مش عارف كام و50% الكلام ده كله، بص لدرجه ان هو بقى شكله عامل زي الورده مع ان هو اصلا مستطيل. انت واخد بالك من القصه؟ ده كده ايه، ده كده شكل، واخد بالك؟ بص بيعملوك ازاي، شايف؟ بص بص شايف، شايف المنظر؟ بص شايف عامل ازاي، عمال ازود، واخد بالك؟ اوكي، ده كده ايه، ده كده شكل قدامك اهو، ماشي. لو انا جيت وعملت نفس الشكل، تعالى كده خلينا نغير اللون، اعمل بس دي سيلكت الاول عشان ايه ما نزعلش. هات ده كده وتعالى ارسم لي ايه ريكتانجل تاني، وتعالى عكس ارسم ريكتانجل تاني وانت معلم عليه افكت، اختار نفس الاختيار وتعالى عكس الناحيه التانيه. بص هو الاول كان بيقببها لك لايه، اعمل بريفيو، بيقببها لك لبره، بص كده يعكس يفتح لك كده لجوه، خدت بالك؟ فتبقى بالمنظر ده. انت خدت بالك من القصه؟ ادي اوكي، ده كده ايه شكل تاني. ده كل دي حاجات ممكن تعملها بفضل الله بايه، بالكلام ده. يعني اهو تعمل بقى، تحرك اللي انت عايزه، تظبط اللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه وبتعمله على طول، يعني على طول بكل سهوله، مفيش اي مشكله بفضل الله. اه خلاص، طيب تمام. تعالى خلينا نجيب شكل تاني، ادي دي سيلكت اهو، واختار لي اي لون تاني وارسم لي ايه، ارسم لي شكل زي كده مثلا، واخد بالك؟ وتعالى وانت معلم عليه من افكت اختار اللي هو ايه الروفن ده. الروفن ده بيعمل لك ايه، بص بتحس ان الشكل فيه خشونه شويه، بس اعمل بريفيو، بص شايف عامل ازاي، بص عليك زي ما يكون خريطه، خد بالك؟ تحس ان هو فيه خشونه كده. طبعا انت بقى ايه بتتحكم في الكلام ده كله، بتدوس اوكي بتطلع الحاجه اللي انت ايه عايزها، حلو. تعالى خلينا نغير اللون بالمنظر ده كده، تعالى خلينا نرسم ريكتانجل تاني وانا معلم عليه من افكت، هختار ديستورت اند ترانسفورم، وبعد كده خلينا نجيب الايه الترانسفورم. ترانسفورم دي بقى حاجه عاديه خالص، حاجه عاديه خالص، اللي هو ايه، ها اعمل بريفيو، هتعمل ايه، هتزوده هتنقصه، ها واخد بالك، فيرتيكال ولا هوريزونتال، وعايز تحركه كده ولا كده ولا كده ولا كده، الزاويه تبقى ازاي، يا خبر، حاجات بسيطه جدا اصلا مش هنعملها،
ماشي، احنا بنجرب بنبص مع بعض يعني. خلاص تعالى بقى اختار لي ايه تويك. بص دي بتعمل ايه بقى، اعمل بريفيو عشان تعرف. بص شايف، شايف المنظر، بص شايف كده، كده تعمل لك ايه بالمنظر ده، والناحيه دي تعمل لك بالعكس فيرتيكال، بحيث تطلع ايه، تطلع بشكل زي ما انت عاوز بفضل الله. اهو ده ايه شكل تاني اهو، حلو. طيب خلينا نغير اللون مثلا كده، ونرسم ايه التانجل كده، وتعالى وانا مختاره من افكت، اختار للاختيار تويست. تويست بتعمل لك ايه، اعمل بريفيو وبص امشي بالسهم، بص تحس ان هو ايه بيتحرك بحيث يبقى شكله عامل زي العلم، وطبعا لو عكست هيعكس. خليني مثلا جبت ايه صفر ورحت نازل عن الصفر، بص بعكس هيعكس، تزود هيزود معاك، تزود ايه شيل السالب، تزود بص هيزود معاك لغايه ما يقعد يلف اهو. انت متخيل، انت متخيل من القصه اهو، شايف تزود هيزود معاك، وتدوس اوكي تطلع بالشكل اللي ايه، تطلع بالشكل اللي انت عايزه بكل سهوله بفضل الله، واخد بالك. تعالى خلينا نغير اللون بالمنظر دون، وتعالى خلينا ايه نرسم حاجه زي كده ونشوف. هنا عندنا حاجه اسمها زجزاج، كلمه زجزاج معروفه، لو عملت بريفيو خلاص هو زجزاج اهو، تعمل كده تلاقيه بيزود لك الايه الزجزاج بس. اوكي دي كده ايه شويه افكتس ممكن تساعدك وانت شغال بكل سهوله بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.